مشاهدينا، نادي الألعاب الذهنية، شنو هو هذا النادي؟ شنو إنجازاته؟ والألعاب اللي يشرف عليها وأيضاً البطولات الدولية اللي شارك فيها؟ راح يكون هذا موضوعنا لحوارنا التالي مع كل من المهندس يعقوب والحسن، عضو مجلس الإدارة ولاعب الشطرنج وبطل الكويت الفائز في بطولة إسبانيا، ومعنا أيضاً السيد بدر الهاجري. حياكم الله. حياك الله. الله يحييكم. الله يحييكم يا حبيبي. مهندس، أبدأ وياك ولا أبدأ مع بدر؟ اللي تحب. متفقين تو ولا لا؟ اللي تحب إن شاء الله. زين، أبي تعطينا وش عيل، بما أن أنت منصبك إداري خلينا نقول. نعم. غير أنك لاعب، يمكن تعطينا تعريف عن النادي وشنو دوره وأهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نادي الكويت للألعاب الذهنية يتضمن 4 لعبات، اللي هي الشطرنج والدامة والدومينو والبرج. تأسس النادي من قبل سنتين تقريبا، just over سنتين. نحاول احنا طبعا ان نعزز اللعبات الذهنية هذه في دولة الكويت، عشان تعكس يعني مستوى الذكاء والمستوى الذهني للاعبين. اللعبة طبعا معروفة عالميا، بالذات لعبة الشطرنج. صحيح. عندنا لاعبين متميزين وايد في اللعبة هذه ومصنفين عالميا. لغاية تقريبا 2014، نهاية سنة 2014، كان عندنا 20 لاعب مصنف عالميا. بالثلاث أشهر الماضية زادوا إلى 33، زاد عندنا 13 لاعب مصنف. حلو. طبعا ما بين فئة الرجال والنساء وناشئين، بعد عندنا لاعبين ناشئين. نادي قديم صح؟ النادي هو كان موجود بالسابق، كان كاتحاد شطرنج، لكن كان اتحادي من 91. من كان، عفوا، اي تفضل، خذ راحتك. تاسس سنه 76 تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. كان عباره عن جمعيه نفع عام. اتذكر ومن ذاك الوقت كان في يعني لعيبه او لاعبين مميزين، اتذكر يعني. اكيد اكيد، ابو سالم طبعا من ذيك الايام هو كان لاعب متميز. واللي يميز ابو سالم مو بس امكانيته في لعب اللعبه هذه، لكن هو ايضا يحل الغاز فيها. راح نيجي عند ابو سالم هذا اكيد يعني. لا فرشه، بس اللي يعني راح نتكلم عن حتى باقي الالعاب، بس ننتقل حق ابو سالم. وشيء بطل العالم، الكويت وبطل العالم اكيد. ابو سالم، بما انك انت يمكن تعرف تاريخ هذه اللعبه بالكويت وايضا مشاركتك في بطوله اسبانيا، خلينا نتكلم عن هالامور ايضا. نعم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا متعودين كل سنه نشارك في مشاركات خارجيه وبطولات. عشان نطور نفسنا ونزيد من تصانيفنا وننافس على مستوى عالمي. فوقع اختيارنا على بطولة عالمية مهمة جدا اسمها بطولة سان سباستيان الدولية، وكانوا مشاركين فيها نخبة من لاعبين العالم. كانوا مشاركين فيها 170 لاعب من العالم، اي من العالم، من اصل 19 جنسية أوروبية وعالمية. ما زال الروس هم في السابق، هم كانوا يعني متسيدين هاللعبة. اي كان فعلا كانوا متسيدين، بس عاد قبل لا يجيهم الهاجر. لا. احنا نطمح ان شاء الله، احنا تونا في بداية الطريق. فاللعبة هذه كان لها يعني لها قيمة ولها وزن، وانا الحمد لله يعني صممت اني انافس على المراكز الاولى. في ظل الكم الهائل من اللاعبين ومحترفين واقوى مني بالتصنيف، فالحمد لله قدرت اني اوصل مستواهم واتعداهم واصير الاول عليهم. شنو تصنيفك الحين ابو سالم؟ الحين انا عندي تصنيف كانديت ماستر، مرشح الاستاذ. اللقب ان شاء الله اللي اطمح له انترناشونال ماستر، في اقوى منه جراند ماستر، بس احنا بدايه الطريق ناخذ الانترناشونال ماستر ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا متحمسين نعرف عن سر اللغز اللي انت حليته، واللي كم سنه ظل ما له حل؟ هذا صار له 114 سنه بالضبط. فعلا تالف سنه 1887، الف مؤلف الغاز معروف عالميا اسمه ويليام شينكمان. حط اللغز. من وين هذا؟ هذا من امريكا. نعم. حط اللغز وما حله، بدون حل.
خاف هو نفسه ما يعرف حله. بالضبط، هو مو عارف الحل. لا هو عارف الحل بس أخفاه عن العالم. هو متعمد يبي يشوف العالم يقدرون يحلونه ولا لا. فأنا قعدت له قعدة أذكرنا يعني تعبت مع اللغز. إيش كثر قعدت له؟ يعني تقريبا شهر ونص ومتواصل ليل نهار. ما عندك غيره؟ وأنا ما في غير حطيته برأسي. فاكتشفت وأنا قاعد أحلل باللغز في أمور قاعد تكشف لي شغلات مثل الهندسية، شغلات رياضية. فحطيت اللغز وحركات معينة. تفاجأت إني أنا حليته وما كنت أدري إن أنا حل لغز 114 سنة. راسلت كاتب معروف من هولندا اسمه تيم كرابي. صارت بيني وبينه مراسلات بالإنترنت بالإيميل. الكلام هذا سنة 2001. فتحمس الموضوع وراح نشرها في مواقع عالمية عندهم. دزيت له أنت الحل؟ دزيت له. ما خفت إنه هو يأخذ الحل ويقول أنا حليته؟ لا طبعاً يعني في ثقة شك شوي بس الأجانب عندهم أمانة. أمانة مو طبيعية خاصة إذا كان مشهور. وكان معروف عالمياً. هو من نفسه يعني ما يرضاه على نفسه إنه يأخذ اللغز وينسب لنفسه. فهو الشاهد إنه أخذ اللغز والمعلومة وسأل فيه مدة 5 شهور لين تأكد فعلاً إنه ما في أحد حل في العالم. ونشره باسمي. تستاهل. والحمد لله تسجل حتى في الموسوعة العالمية باسمي. وحسافة إن اللي حط اللغز ما لحقنا عليه عشان يشوف إن في ناس قدروا يحلونه. إيه ما تلحق. طبعاً في شغلة يعني مهمة تنذكر في موضوع اللغز هذا، إن الشخص اللي حط اللغز، فكرة اللغز إنه يحط بوزيشن معين، ما حد يقدر يوصل إلى هالبوزيشن هذا إلا في سيناريو واحد. يعني بعدين اكتشفوا ان في ثغره وكان في سيناريو ثاني حق اللغز. بسالم قدر انه يصحح اللغز، يطور من اللغز ويصححه ويحوله الى لغز بسيناريو واحد يونيك. لان هذا الهدف من اللغز. يعني يمكن هو اللي اذى العالم لانه شوي محطوط بطريقه خلينا نقول شوي غامضه. كان غامضه زياده. غامضه ولا غلط؟ لا مو غلط، بس كانت غامضة. طبعا كلمه لغز مهندس يقول هي على الطاوله لكن كتابه عدل، لان كل لا هي تكون على الطاوله. فكره كل قطعه لنا لها رمز عدل. فكره اللغز، فكره اللغز ان اجيب لك انا الرقعه وينحط عليها الحطب في شكل معين، شكل يكون جدا شكله غريب حتى على لاعبين الشطرنج. فاللغز في ان انت شلون تبتدي من الصفر، تبتدي اللعبه وتحرك القطع البيضة والسوداء لغاية ما توصل إلى البوزيشن هذا. فالبوزيشن اللي كان محطوط اللي يشوفه يمكن يستنكر شكله من كثر ما هو شكله غريب. أتوقع هذا اللي استهوى بسالم. هذا اللي استهوان إنه كان فعلا شكله غريب، ويعني في قواعد الشطرنج اللي يشوفه يقول هذا مستحيل ما تصير يوصل شكله. إذا كذي إذا ياهل وحاطها بس كذي، بس كذي حاطها مخربطها. طب يعني أنا كنت بسألك مهندس يعقوب، بس يعني خليتني أرجع شوية حق بسالم. لا ولا يهمك بسالم. حليت اللغز كتابة ولا على الطاولة؟ لا طبعا اللعبة هذه عشان أنت تمارسها حطوا لها قواعد وقوانين. صحيح. نظموها. من ضمنها كتابة كتابة كل الحركات وكل الحركات لها طريقة معينة. يعني هذه الحين تلاحظون هذه دولية. الدولية ما يحطون الأرقام نفس اللي تحت في أرقام 1 و2 و3 وAB وC، لأن هذه احترافية صارت خلاص يعني حافظينها. فهي علشان تنقلها مثلا التقاء العمود والتقاء الصف. حلو. الحروف. رأسي وفقي يعني نقول A4 مثلا. بالضبط يصير A4 تحط قدامه اسم القطعة اللي تبي تنقلها. مثل بيدق أو رخ أو حصان أو فيل. وهكذا. فحليتها أنت كتابتين؟ هذه كتابة، هذه حليتها كتابة. اللغز كتابة حليتها كتابتين؟ لا كتابة كتابة وكل شيء. حلو. الحين برد لك. تفضل مهندس. اهتمامكم كله صاير على الشطرنج، ولا أن في قلت له عندكم دامة وعندكم دومينو، وشنو الرابعة؟ عندنا دامة ودومينو وبرج. برج. أي نعم. هو مو اهتمامنا كله على الشطرنج. وطبيعي ما يسألني شو برج. برج انجفه.
البريدج نوع من انواع الالعاب الجنجفه، لعبه عالميه هي اللي فيها سبع كلبس وثمان يدين من شنو تقريبا في نفس البلوت السعوديه تشبه اي سبع كلبس، تبلش من كلبس للحاس تقريبا شيء كذي عدل. شوف احنا يمكن الاضواء مسلطه على الشطرنج، يعتبر هذا شيء طبيعي لان هي اللعبه منتشره بشكل عالمي اكبر. صح. رقم واحد. رقم اثنين المهتمين في اللعبه هني يمكن اكثر، احنا عدد لاعبين الشطرنج معقول اكثر من الدامه؟ اي نعم، المسجلين في النادي طبعا. احنا طبعا نطمح ان اللاعبين يسجلون زياده، والنادي ابوابه مفتوحه وشروط التسجيل بسيطه، مجرد انه يكون الشخص كويتي الباب مفتوح ان شاء الله. ما في فئه عمريه معينه؟ لا ما في فئه عمريه، بالعكس احنا نستقطب الناشئين، لان الالعاب الذهنيه تبي المخ اللي يكون مثل الإسفنجة، يكون صح. يكون يعني يستقبل كثر ما يقدر. صح. احنا طبعا مثل ما قلت لك احنا عندنا تقريبا 461 لاعب حق كل الالعاب في النادي، منهم 267 لاعبين شطرنج موزعين على فئه الرجال والنساء والناشئين. جميل تمام. لكن أبي أرجع حق بطلنا بدر، خلينا نتكلم شوي عن أجواء بطولة إسبانيا، جولات الشطرنج هناك، إيش كثر كان في كل جولة، إيش كثر خذت منكم وقت؟ صحيح، هي تسع جولات مقسمة على 8 أيام، كل يوم نلعب جولة، بس في يوم وحيد لعبنا فيه جولتين صباحية ومسائية. طبعا الجولة تبدأ عندهم هناك تقريبا 5 العصر تقريبا 5، وتستمر لغاية الساعة 9 بالليل. جولة واحدة بس في ساعات، في ساعة هذه تحسب الوقت، هذه الساعة اللي تشوفها جدا هذه أي طبعا لها كبستين تشتغل الساعة، اللاعب اللي يلعب دوره يكبس تشتغل حق الخصم. تفرق يا تاخذ منه نقاط شيء شنو يعني؟ لا لا بس لا. هو وقت مسموح لك اذا انت طفت. ايش كثر لازم؟ انا اقول لك مثل البطولة اشتركت فيها فيها ساعة ونص لي والخصمي. حلو. انا اذا كبست الساعة هني اشتغلت وقته هو خصمه. ايه؟ خصمي. واذا هو خلص نقلته يكبس واشتغل وقتك. يشتغل وقتي. حلو. علشان ما نتجاوز الوقت ثلاث ساعات. نعم. لا يطول إلى ما لا نهاية، فحددوها وقت ساعة ونص ساعة. إذا ما خلصت اللعبة وقتي الوقت إذا خلص الوقت ايه؟ يعتبر خسران بالوقت، يعني هم هذا عامل فوز، يعتبر خسران ايه عامل ايه؟ فوز مهما كان طبعا، مهما كان البوزيشن اللي على البورد، لو كان لو كنت أنت تملك جميع قطعك والخصم في وضع يعني خسران لا محال، والوقت إذا انتهى وقتك أنت الخسران بغض النظر عن ان البوزيشن انت لك جدا قوي، بس طبعا ناس بروفيشنال ما تصير هذه، من النادر انها تحصل يعني. تصير يعني انا الحمد لله في الجولات الاخيره الثلاث لعبت مع مصنفين اقوياء، انترناشونال ماستر جراند ماستر. فلاحظت ان اكثر شيء توهقوا فيه الوقت. صدق؟ يعني صدتهم لان يفكرون وايد من مواقف، حطهم على مواقف معقده شوي، حكرتهم بالاوضاع، فكل ما يفكرون يبي ينقل وقته يصير اقل، وانا مرتاح ماخذ وقت اكثر منهم، فيمكن هذا عامل كويتي مستعجل نفسي. نعم. بس مهندس يعقوب، هل فعلا في فكره لتدريس هذه اللعبه في المناهج بالمدرسه؟ والله احنا نطمح حق هالشيء. اللعبه هذه تدرس في كثير من دول العالم كمنهج اساسي، كمنهج اساسي في المدارس، والجدير بالذكر بعد ان الامارات من ضمن هالدول هذه، فاحنا نطمح ان نحذو هالحذو هذا يعني ندخل اللعبه هذه كمنهج اساسي. زي واذا الطالب ما يحبها، يعني الطالب ممكن ما يحب الرياضيات، ممكن ما يحب الفيزياء، او مو ممكن الاغلب ما يحب الفيزياء، بس ندرسها يعني. صحيح. اي بس هو ثبت علميا يعني وبدراسات ان لعبه الشطرنج يعني تساعد ايضا في المواد الاخرى. وسووا دراسات ما بين مجموعه من الطلبه اللي يمارسون اللعبه واللي ما يمارسون اللعبه في نفس مستوى الذكاء. نعم. فشافوا بعد فتره اداء الطلاب اللي يمارسون اللعبه تطور بشكل
يعني جدا ملحوظ. مهندس احنا عندنا بلعب لعبه الحين اسمها 30 ثانيه واربع اسئله في وايد شغلات واحنا ما مدانا. هذه شنو الحين 30 ثانيه؟ هذه جاوبك عليها ابو سالم عشان هو اللي حصل عليها. هذا عندهم قبعه اسبانيه. اوكي. التقليد عندهم الفايز يعطونا القبعه هذه. لبستها صورت فيها؟ اي صورت فيها. لبستها هنا ولا بس ماسكها؟ لا لا لبستها هناك، لبستها احتفلنا فيها القبعه. ايوه تلبسها بلبسه معينه. قطرة قال عشان قلت لك البسها. قطة لك حاضر. هذه 30 ثانيه بعد عندنا 30 ثانيه شطرنج. انا حاب دام 30 ثانيه في كذا معلومه انا حاب اذكرهم. النادي طبعا يشجع المواطنين على انهم يدخلون اللعبه والشغله هذه قاعد نسويها مو بس عن طريق اقامه البطولات، احنا حتى ننظم بعض المهرجانات. مقرنا بالقادسيه. قادسيه اي نعم. بيت قديم. بيت قديم بس الهيئه ان شاء الله مخصصت لنا مبنى او ارض في صباحيه. بس بيت قديم هذا عريق لنا من زمان. اي من زمان. ومعروف على فكره يعني. اي معروف هو على الدائري الثاني وواجهته تطلع الشارع، اي واحد يمر على الدائري الثاني يشوفه. طبعا نقيم احنا بعض المهرجانات الاستعراضيه حق الشطرنج. اقمنا في سوق شرق، في سوق الفنار. من واحده من هالمهرجانات ابو سالم ابدع في نوع من في طريقه لعب كان يلعبوهم مغمض. كان يلعب اللعبة الكاملة يعني. كنا حطينا تحدي لرواد السوق إن اللي يقدر يفوز عليه وهو مغمض راح يحصل. سويت مسابقة إجباري 20-1 كذي قالت تمر عليهم. إيه سويتها. سويتوها. أي نعم. عموما نتمنى لكم التوفيق وكنادي أيضا وأنكم تلتفتون لباقي الألعاب أكيد. وأيضا أبو سالم نتمنى لك مزيد من الانجازات اعلى درجه شطرنج بالعالم ان شاء الله. بخصوص الالتفات بالعكس احنا نشجع نتمنى ان باقي الالعاب ينضمون. يعني هو يمكن مهندس ايش ما يف معك لابو سالم لان في شطرنج ما يف لنا لا شايب العبدامه ولا شو اسمه. استقبلونا المره الجايه نجيب لك الدامه والبرج كلهم ان شاء الله. ان شاء الله مشكورين ما قصرتوا. الله يسلمك يعطيكم العافيه. تطلع فاصل ورا شنو؟ تحليل سياسي. ايش عشان ما اقول فني.